مساء الخير. مساء النور يا دكتور، كيف حالك؟ الله يسلمك، كل عام طيبين إن شاء الله. انت بخير يا رب. يا رب. مساء النور سجل يا دكتور، منورين أنتو. كيف حالك يا دكتور؟ الله يسلمك يا رب، يبارك فيك. كل عام وانت بخير. وأنتو طيبين إن شاء الله يا رب. كل عام طيبين. انت طيب، بصحة وسلامة يا رب. ديما معايا، سجى، حنين، وغادة. معك نستنى يا البس. دكتور، كل عام وانت بخير يا دكتور. كل عام طيبين إن شاء الله. الله يسعدك يا رب. يا كيف الامتحان؟ الحمد لله تمام تمام الحمد لله. بدك تقولوا شيء تاني غير هيك يعني؟ لا لا، الامتحان منيح، كويس الحمد لله. إن شاء الله غدا تسليم الواجبات بإذن الله، صح؟ بإذن الله سلموها. إذا كان سلمتوه اليومين ولا قبل هيك، مش مشكلة يعني. سلمناهم يا دكتور. سلمنا. أنا والله كنت مضغوطة، يعني أنا مجهزاهم، بس إن شاء الله حبعت لك إياهم، يا بالليل يا إن شاء الله بكرة. إن شاء الله. أنا والله ما اطلعت عليهم الساعة، يعني أقول لك أنا ما اطلعت. سلمت. أنا ويعطيك العافية يا سلمت. دكتور. توكل. نستنى الباقي ولا نبدأ؟ استنى شوي، 5 دقايق، 10 دقايق. بعثت لهم على الجروب ان المحاضرة بدأت عشان اللي مش شايف يلحق، طبعا يعني بعثت لهم برضو رسالة على كل على المدن على يعني. الموديل. يلا ستي، يعطيك العافية. الله يعافيك يا دكتور. كيف الامتحانات الثانية؟ إن شاء الله كويسات. الحمد لله لله كله تمام. منيح. منيحة منيحة الحمد لله. أجا بنبخت كل أنا إلي شوي بستنى، أنا تقريبا أول واحدة كنت بستنى. يمكن إلا تلت كنت بستنى. أنا من تيتين الربع بستنى. ريت هذاك يا دكتور. خايف أنام أصلا. اهو والله مضغوطه، روحت من الشغل وعلى طول يعني فتحت وجهزت امور، قلت على اساس الواحد ما يروح الشيك عليه، يعني يعطيكم العافيه. طب يسعدك. احنا ان شاء الله بالاسبوع الجاي، اليوم حنعطيكم عن النظريه السلوكيه شويه، نشوف لوين نوصل فيها. وبدي من الاسبوع الجاي تعرفين ايش تكلفته بالواجب. صحيح، اللي عليه دراسة حالة واللي عليه اللي عليه دراسة حالة واللي عليه مجال من مجالات علم النفس، الإرشاد قصدي. مين أجت أول؟ ماجدة. 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 يعطيك العافية يا دكتور. يعافيك ربنا. يعطيك العافية يا دكتور. الله يعطيكم العافية أنتم كلكم إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. أنتم طيبين إن شاء الله. في أحد ما ظلش حد؟ يمكن ظلت مين؟ ظلت لا ظل مهند وما نرمين دخلت وطلعت، فاتت وطلعت نرمين. لينا سالم ومنى ونرمين وندى وهند. أخشت وطلعت، ما أعرفش ليش. أو صار خلل عندها يمكن. وغادة كمان. غادة موجودة. لا أنا موجودة. عموما إحنا غادة موجودة. اللي بيجي هلا وسهلا. تكلمنا قبل هيك عن نظريات الإرشاد، وخدنا نظرية التحليل النفسي، مظبوط؟ قبل صحيح. قبل الحجر. صحيح. اليوم حنتكلم عن نظرية الإرشاد السلوكي. قريتوها قبل هيك ولا لسه؟ اللي كانت اللي نزلتها على الموديل، صح؟ ليش ما تقروش؟ لا الا قرأ. لا قرأناها. هذه اللقاءات عبارة عن مراجعة يعني للي بنعطيه في الأسبوع. يا بنات لو سمحت شوية، لو سمحت اللي بعطيها لازم تحكي، لأنه بصير عندنا هيك كده أكثر من واحد. اللي بعطيها إذن هي اللي تحكي يعني. ما تحكي دي مش هاي ديما. يا دكتور معك.
بدك تحكي؟ أنا مش سامع إيش. أنا أرجو أنكم يعني اللي تعطيني إن شاء الله بدك تحكي عشان أعطيها المايك. دكتور يفضل إنه الكل يطفي المايكات ويكون بس أنت المايك تبعك. يفضل إنه الكل يطفي المايكات وأنت بس المايك شغال تبعك. آه يطفي المايك بالضبط هيك. يعني كلكم طفي كلكم طفي المايك ولما تيجوا تتكلموا بتدوسوا عليه واعطيكم الاذن تمام. طيب انا بدي اقول قبل ما اخش في المحاضره هذه او هو عباره عن لقاء نقاش يعني مش اكثر عن المواضيع اللي احنا اخذناها قبل هيك بس محددينها بالنظريه في الارشاد. الاسبوع الجاي بدي اسمع من تنتي ماشي مين بتحكي الاسبوع الجاي سمعين يا بنات. يا دكتور انا معك ممكن انا اشرح الاسبوع الجاي. حنين بتحكي لنا عن المشكله. صحيح. مشكله طيب. صحيح طيب ممكن تبعتي لي اياها على على الواتس المشكلة. حاضر تمام. متى أبعث لك إياها؟ الأسبوع الجاي قبل المحاضرة ولا متى؟ يعني خلال الأسبوع هذا اللي جاي إن شاء قبل الله. يعني قبل 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 بدك بدك تبعت. ألقيت أول حاجة بدي أشوف أنا على الواتس ماشي؟ حلو ماشي. بعدين بعد ما تشرحي بتبعتيها على المدن أوكي؟ خالص بإذن الله تمام. مين الثانية؟ أنا دكتور. أنا دكتور ما عندي مانع أنا أشرح. سجى ولا واحد سجى وواحد قالت الثانية ديمة. البيتكم إياه البيتكم إياه. أنا أروح تنزل. عادي مش مشكلة. لا ديمة إيش موضوعك أنت؟ الإرشاد الأسري. الإرشاد الأسري. طب اللي أخذت الإرشاد الزواجي مين؟ أظن نرمين. طب خليك أنت ونرمين مع بعض في نفس اللقاء ماشي؟ بنسمع بكرة من سجى. اللي هو إرشاد الشباب جاي. إرشاد الشباب مظبوط. إرشاد الشباب ماشي خلص. تمام يا دكتور الله يعطيكم العافية. لقيت احنا ايش اللي هي نظرية السلوك. طبعا احنا بنعرف دكتور بس بعد اذنك التحليل النفسي نرمين موسى كاتبة انه ما قبلتها انت هي دخلت وطلعت من المحاضرة بالغلط. طيب هاي بدي اعطيها المجال. هلقيت تمام دخلت. ما أنا مستغرب دخلت وطلعت مش عارف ليش يعني. بجوز إيش فني وأنا يعني مش خبير في الكمبيوتر يعني. خلصك تمام هي دخلت. دخلت صحيح. دخلتها تو أنا بس يعني ما يمكن بالغلط دوست أنا أو إشي ما بعرفش لي يعني. السلام عليكم يعطيك العافية دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله يعطيكم العافية. نرمين. يا نرمين كل عام طيبة. بارك الله فيكم أنت بخير وصحة والسلامة. يلا ما جبناكش على غزة اليوم خليكي في رفح. أحسن. بعتذر عن آخر مرة غبت فيها دكتور بس يومها كانت عندي أعراض كورونا وصارت معي. خلاص خليك ساكت ليش تحكي ليه ما تحكيش يعني خلاص أحسن. النظرية السلوكية طبعا هم نعرف وين نشأت النظرية السلوكية أين نشأت. بنات انطلقت منه وأسسها فرويد الذي ذكر في السلوك الإنساني نظرية سلوكية قام بها بافلوف كبداية. أيوة. وين نشأت كبداية بافلوف لا إحنا سلوكية يعني بافلوف أول من يعني بلش وسكنر وواتسون. يا دكتور معك. نشأت في الاتحاد السوفيتي على يد بافلوف هذه صحيح. البداية لكن الأمريكان خطفوها خطف خلينا نقول هيك وواتسون تبناها في أمريكا واشتغل منهج صحيح. غير المنهج اللي اتبعه بافلوف فرويد لا هم نفس فرويد هم الاثنين نفس الشيء فظهرت في الولايات المتحدة وانتاج يعني نشرت هناك طبعا عن شيء سياسي ما تعرفي يعني شو لكن نقولها هي نشأت في أو ظهرت كمدرسة سلوك
حقيقية أو أن يعني إيش ظهرت هي يعني إيش نسميها يعني نقول بينت للعالم أكثر من أمريكا. صحيح بافلو في الأساس لكن أمريكا هو اللي أظهرها اللي هو واتسون وسكينر وغيره وكلهم في الأشياء الأخرى. طبعا هذه النظرية بتقوم على أشياء وعلى مفاهيم احنا قبل هيك ما عرفش مفاهيم النظرية السلوكية معروفة اللي هي المفاهيم الأساسية الثلاثة. مين تقول لي اياها؟ آية سجلها في التعلم. ثلاث مفاهيم للنظرية السلوكية بشكل عام. نموذج التشويه المعرفي يا دكتور. لا لا انا بقول المفاهيم الاساسيه يعني الذات والفرد. يا بنت هذول مفاهيم فرويد. مفاهيم الاساسيه للنظريه السلوكيه ثلاثه: المثير والاستجابه والتعليم والتعليم. ايوه ثلاث مفاهيم اساسيه هذه النظريه قامت عليها زي مفاهيم الشعور ولا شعور اللي عند فرويد اللي نعم. طيب هذه المفاهيم العامة المثير والمفاهيم نظرية السلوك اللي حكيتهن في اللقاءات اللي على حاجة إن السلوك سلوك الفرد من المثير والاستجابات. أي سلوك بنسلكه هو عبارة عن مثير واستجابة. هذا مسلم إبها أو مفهوم من المفاهيم اللي قامت عليها النظرية السلوكية. بعدين المفاهيم أيضا سلوك الفرد ما هو إلا حاصل جميع أجزاء ماشي جميع أجزاء السلوك بمعنى أنه الكل يساوي مجموع الأجزاء يعني عبارة عن درجات أو سلوكيات متراكمة فيها. النقطة الثالثة طبعا هذا أنا حكيته ولا مش عندكم الكلام اللي راجعين يا بنات مش موجود عندكم في الموديل؟ لا دكتور في النظرية السلوكية أنت حكيت عن الافتراضات وحكيت عن إنه الأساليب اللي بيستخدمها وأهداف الإرشاد في النظرية السلوكية يعني بس هاي ده كيف أنا يمكن ما حكيناش الكلام هذا يعني طيب عموما الفائدة مش موجود على الموديل يا دكتور ماشي خلاص مش مشكلة أنت تعرفوه بس هيك يعني مش مطلوب منكم الامتحان بس تعرفوا أنه مفاهيم قامت عليها النظرية السلوكية أنه السلوك عبارة عن سلسلة من المثيرات والاستجابات هو حاصل جميع أجزاء السلوك أو السلوك المتراكم. النظرية بتشوف أنه الفرد هو عبارة عن تنظيم من العادات وطبعا هذه واضحة موجودة في الإرشاد السلوكي. بعدين النظرية الثانية أكدت النظرية السلوكية على أهمية البيئة والبيئة في اللي بتشكل السلوك واتخذت هذه النظرية من عملية التعلم محور أساسي في تفسير السلوك وفي تعديل السلوك. النقطة السادسة السلوك تنظر النظرية نظرة إلى السلوك المضطرب على أنه وهذا مهم تفهموها يعني مهمة في الإرشاد بشكل عام إنه هذه النظرية السلوكية نظرت إلى السلوك المضطرب أو المختل متعلم على إنه استجابة شرطية خاطئة ومتعلم يعني تمام؟ صحيح متعلم بالنسبة للصراع النفسي هناك فرق بين نظرة فرويد أو التحليل النفسي والنظرية السلوكية. سامع صوت أنا زي موسيقى أو إشي عندكم ولا عندي؟ حنين مفروض تسكر المايك تبعها. يا حنين بالله كل لما تسكر المايكات الله يرضى عليكم لأنه بهذه المحاضرة مسجلة ديروا بالكم مسجلة. يعني برضو لازم تعرفونكم يعني الكلام كله في العلم يعني أو في المحاضرات بلاش كلام يعني يسيء لأي حد. الصراع النفسي بتنظر النظرة السلوكية بتنظر إلى السلوكية بنظر إلى أن الصراع عبارة الذي يحدث شعوريا بينما في التحليل النفسي يحدث لا شعوريا
مين ده؟ واحدة دخلت وطلعت، مش عارف مين، ما اعطيتلهاش صح. انا ما بعرف انتو كم واحد يعني. دي مسكر المايك. مسكرة انا يا دكتور. اسكره من عندي يعني؟ اقصك. مين كمان فاتح المايك؟ انا لينا سالم. يا دينا. لينا لينا توي دخلتي لينا ولا قبل دقيقة؟ توي دخلت، بحاول كان شوية مش عارف. يلا كل عام طيب ان شاء الله. ماشي، سكر المايك والله. بنقول على الصراع، نظرة التحليل النفسي للصراع على أنه صراع لا شعوري، أخذناه قبل هيك، قلنا الأنا والأنا الأعلى والهي أو الهو. وهذا بالنسبة للصراع بنظره للسلوكيين على أنه بيحدث على المستوى الشعوري. طبعا واضحة الكلمة هذه، بأكدوا على دور البيئة وبيهملوا الوراثة. طبعا وهلقيت نيجي إلى اللي هو طبعا ممكن بالنسبة لتعريف الإرشاد السلوكي عندكم، صح؟ تعريف الإرشاد السلوكي، ما هو الإرشاد السلوكي؟ مين تعرفه؟ ما تقولوش هذا مش موجود في الموديل. يا بنات، واحد ترد علي، موجود عندكم؟ دكتور لا مش موجود، بس موجود زي ما حكيت لك الافتراضات والأساليب وأهداف الإرشاد السلوكي، بس هذا اللي أخذناه بالنظرية السلوكية. الأهداف، صحيح، أيوة. أخذنا الأهداف والافتراضات والأساليب اللي بيستخدموها في الاتجاه السلوكي، بس هذا اللي أخذناه في النظرية السلوكية. طب يعني، طب من يعني اجتهدي يا سجا وقول ايش هو الإرشاد السلوكي. اجتهدي شوف. طيب لا مش هعرف استهد. مش هتعرفي طبعا. الإرشاد السلوكي هو عبارة عن شكل من أشكال الإرشاد النفسي، هذا واحد مسلم بيها، هو شكل من أشكال الإرشاد النفسي. هذا الإرشاد النفسي أو هذا الشكل بيعتمد على مبادئ وقوانين نظريات التعلم. يعني واضح؟ هو تطبيق عملي يعني. بالضبط، يعني حسي أو ملموس. هو شكل من أشكال الإرشاد النفسي يعتمد على مبادئ وقوانين ونظريات التعلم، ويفترض من الافتراضات الليش إن الأعراض المرضية هي عبارة عن استجابات شرطية خاطئة أو استجابات متعلمة خاطئة. هذا من الافتراضات اللي إحنا قلنا عنها، تمام؟ الافتراضات، نيجي للافتراضات، بلاش نشوف إيش اللي هو الافتراضات. كم افتراض عندكم؟ في 5 افتراضات. 5 افتراضات، مين تقول الأولى؟ أنا أحكي؟ أحكي يا سجا. يقوم النموذج السلوكي على عدة افتراضات، أولها النظرة العلمية من خلال أن السلوك بانتظام وترتيب ويمكن أن يسيطر عليه. أيوة. رقم 2، الفرد يملك الطاقة الإيجابية والسلبية. رقم 3، أن السلوك متعلم، فنحن نتعلم السلوك المشكل ويعزز لدينا. رقم 4، السلوك حصيلة للبيئة والوراثة. رقم 5، النظرية الحديثة، أن الشخص مسؤول عن سلوكه، النظرة الحديثة. هذه اللي عندكم؟ هذه اللي على الموديل؟ والله جايز أنا بشوفهم شكل مخربط شوي اليوم، هو أنا عشان بجمع من أكثر من كتاب بتلاقيني. المهم يعني نفس الشيء. طب خلاص اعتمدوهن انتوا هذول اللي قلنا اللي قلتيني يا سجا. طبعا انا عندي نفس الشيء، اهتم على يعني الارشاد ينصب اهتمام على السلوك المضطرب او المختل، نفس الشيء اللي قالته. الاعراض المرضيه كالخوف والقلق والاكتئاب استجابات شرطيه متعلمه، والاعراض المرضيه هي عباره عن يمكن ازالتها باستبدالها في شكل، ويستند على مراحل على تعديل السلوك، على مراحل تعديل السلوك اللي هي لها مراحل فيها. طيب خطوات الإرشاد السلوكي برضو هذه مش عندكم؟ لا مش عندنا يا دكتور. كمان مش عندنا خطوات الإرشاد.
لا مش موجودة على المودل. طب طرق الإرشاد كمان لا، بس موجود الأهداف بعد الافتراضات، وموجود الأساليب زي مثلا العلاج بالتعريض والعلاج بالاستجابة والأسلوب السقراطي. أيوة. وكمان إيقاف التفكير وعكس المعنى من خلال التساؤل. مجدة بس تكرم المايك بعد إذنك. وتغيير معتقدات العميل غير المنطقية، والحديث الذاتي الإيجابي، وحل المشكلات، والعلاج متعدد الأوجه، وضبط الذات. هاي كلها الأساليب اللي أخذناها. ما خدتوش التحسين التدريجي يعني؟ لا 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 مش موجود يا دكتور. تحسين أنا قرأت عنها، اللي هو التحسين التخلص من الحسي أو التحسين التدريجي. أنا بعرفها بس التحسين التدريجي. طب شو التحسين التدريجي؟ بشكل عام انا ممكن افهمك اياها، احكي انه احكيها بشكل عام، بلاش يعني تحكيها بشكل، بدي مثال عامي. يعني مثلا لو شخص بخاف من الظلمه او بخاف يطلع على الشارع في الليل، فاحنا كيف نعالج هذا الشيء؟ عن طريق التحسين التدريجي. اول شيء مثلا باخذ معه، بروح معه انا على الدكان مثلا بالليل. ثاني شيء بوقف له على باب البيت وهو يروح لحاله. ثالث شيء أنا بكون جوا البيت وهو يروح لحاله، وهكذا. يعني تدريجيا بحاول أخليه يحل المشكلة اللي عنده. يعني واحد بخاف من الظلمة بتعمل تدريج معه. ماشي؟ صحيح، عشان يحاول يتخلص من هاي المشكلة أو يحل هاي المشكلة. طب هذا بنسميه مدرج الخوف، مدرج الخوف اللي قلت عنه بخطوات معينة فيها. تمام. في عندي مثال أنا على المدرج الخلق، إنه الإنسان كيف عنده قلق في الامتحان مثلا شديد، بتدرج معه. مثلا أول حاجة ممكن نقول له اقرأ موضوع معين، أي موضوع أنت بتحبه تقرأ. يعني تسير بالك يعني. يعني لا، هو بالتدريج. بالتدريج يعني اقرأ موضوع مهم لك، بالنسبة لك يعني تهتم فيه، وهذا طبعا على اساس انك انت ممكن تحتاجه في المستقبل بالتدريج. هذا قبل، هذا واحد يعني عنده قلق او خوف من الامتحان بشكل شديد، فبالتالي بنعمل معاه هيك، بنقول له اقرا موضوع انت بدك اياه او بتحبه، وهذا الموضوع بس انت ممكن تحتاجه في المستقبل. بعدين بنقول له اقرا خطة دراسية معينة، خطة المنهج، وبتقراها الخطة، الدرس الأول والدرس الثاني أو المحاضرة الأولى والثانية. بعدين اسمع من أستاذ سؤال، وهذا السؤال كان واجب. ماشي. بعدين بيقول اسأل صديق إذا كنت تشعر أنك أنت مستعد للامتحان ولا مش مستعد. يعني أنا خايف من الامتحانات، بقول لزميلي مثلاً انت خايف من الامتحانات ولا انت كيف عندك استعداد؟ هذا اشي بالتدريج. بعدين نستعد للمذاكره في الاخر، وبعدين بنقرا السؤال في الامتحان اللي احنا داخلين الامتحان. طبعا احنا كنا مضطربين في الامتحان، مزبوط؟ صحيح. بنبقى نشوف الاسئله اللي بتيجي، لكن بمجرد ما نشوف اول سؤال خلاص بروح القلق وبروح التوتر. وفي الحال هذه اخر شيء بقول له دير بالك، اقرأ كويس عشان انت هذا الامتحان مهم جدا لك. فبالتالي احنا درجناه من اللي يعني اللي غير مهتم فيه الى الاشياء المهتم فيها. هذا بنسميه مدرج القلق، او زي ما قالت سجى مدرج الخوف، بنسميه المدرج بشكل هذا. طبعا انتم فاكرين الكتب يعني، او عارفين الكتب كلها بتختلف حسب توجهات أي أستاذ بكتب الأساليب. يعني مثلا الأساليب اللي انت قلتوها أو المكتوب عندكم فيها، في عندنا أسلوب الانطفاء بشكل عام، في عندنا أسلوب اللي هو يمكن تستخدموه يا حنين اللي هو التشكيل، أسلوب التنفير. حد فكرة عنه؟ ننفر الشخص عن الأشي اللي بحبه أو اللي بخاف منه. برضو أسلوب الغمر، بنفاجئه بموقف معين
فيها، وهذه واجبات كلها التدريب على الاسترخاء، كل هذه أساليب. ننساش برضو في أسلوب نمذجة، أسلوب برضو من عند سليم اللي هو المدرسة السلوكية أو النظرية السلوكية. طبعا حنين يمكن اشتغلت في الاسترخاء. هاي حنين. صحيح يا دكتور، اشتغلنا استرخاء. اشتغلت في الاسترخاء. طب كيف يعني؟ عندك مثال او عندك شيء تقولين عنه؟ احنا عندنا دائما بنقول للاطفال او لاي جهه بنشتغل معها بنعلم يعمل استرخاء، اللي هو بدك تشم ورده وتطفي شمعه. كيف عمليه شهيق، وممكن الواحد يكتم ويعد 5 عدات ويعمل زفير ببطء. طبعا هي عمليه ادخال هواء، طبعا انت بتدخل هواء على المعده فالمعده بتنتفخ هيك الصح، وفي الزفير المعده لازم تدخل لجوا. هذا هو نشاط الاسترخاء اللي بنعمل معاهم. مش المعدة يا بنت، الرئتين، الحجاب الحاجز، سوري. ورئتين. سوري دكتور. تمليهم هواء بعدين ايش؟ صحيح، جهاز التنفسي. صحيح. طيب في اساليب اخرى للاسترخاء يا دكتور؟ نعم، في اساليب اخرى للاسترخاء. قولي. طيب التخيل ممكن، بالتخيل ممكن. تأمل. ما هو التأمل بعد الاسترخاء. بس الطريقه اللي احنا وارده وبنعملها، شم ورده واطفي شمعه، انه شم ورده يعني انا التدليك وزفير. شهيق وزفير يعني، بدل ما تقول شهيق يعني بجيب مثال ثاني توضح الامثله اللي هي هذه. اما بالنسبه للتامل او التخيل ياتي بعد التنفس العميق، والفرد استرخي تماما. يعني بنقول له مثلا اعمل شهيق، اعمل شهيق وزفير، تطول في اليد. صحيح. اول شيء 3 عدات بيكتم، ممكن 5 ممكن 7، كل ما تمرن كويس بيكتم اكثر او بيطول في عمليه سحب النفس. هاي التمرين كثير حلو، المده بتزيد، فبالتالي بيغمض، بنقول له غمض عينيك مثلا وتأمل أو تخيل أو زي هيك يعني في الأشياء الأخرى. دكتور. هذا نعم. طبعاً الاسترخاء موجود. الاسترخاء أيضاً عن طريق العضلات. أيوة. هذا صعب. أيوة. دير بالك. اللي هو شد يعني العضلات. ثم الارتخاء بالتدريج. نعم. هو تمرين شوي صعب يا دكتور، صحيح؟ إنه مش بالبساطة يعني. اللي هو تمرين بالعضلات يعني. مش بسهولة الواحد ممكن يوصل لأنه يكون قادر يعمل استرخاء بالعضلات. هي أبسطها اللي هي الشهيق والزفير. كويس. يعني ما هو برضو الاسترخاء برضو بدك تفهموها أنه كل المدارس علم النفس أو كل النظريات تستخدم الاسترخاء كلها، حتى في التحليل النفسي برضو ممكن يستخدمه الاسترخاء، بس بطريقة تانية، انه هو بيحاول في الاسترخاء انه يجيب اللي عنده التداعي الحر او التنفيس الانفعالي اللي احنا حكيناه قبل هيك عن طريق التنويم المغناطيسي، وهكذا. ما هو التنويم المغناطيسي عبارة عن استرخاء برضه. طيب في انا عندي مثال على اللي هو نساعد الفرد على ان يتعلم الاسترخاء الكامل، بمعنى انه يمكن هناك يبدا بالتدريبات التي تثير القلق. يعني انسان عنده متوتر، عنده مشدود الاعصاب وهكذا، بنبدا فيه كالتالي. بنقول له اقبض اليد اليسرى، ماشي، بعدين اقبض اليد اليمنى، وهكذا بنمشي معه شوي شوي الى ان ايش، الى ان نصل في الاخر اللي هو الاصابع، وهكذا. يعني استرخاء عضلي. طب بالنسبه للفنيات اللي احنا اللي حكينا عن التحسين، وحكت سجع عن ايش، حكيت يا سجع كمان مره عيدي، الغمر. الغمر شو الغمر؟ الغمر عكس التحسين. عكس التحسين التدريج. صحيح، الغمر عكس التحسين التدريج. تحسين التدريج، لان انت هنا بدك تدخله في الموقف او تشركه في الموقف نفسه.
يعني مثلا عندك شخص مثلا بخاف بقول من البسس، انت بدك تحطه بغرفة وتحطه تحط معه البسة وتسكر عليه، هيك انت رميته في الموقف يعني. او مثلا بخاف انه يسبح او بخاف من البحر، بترميه في البحر. يوزع هيك. هذا الغمر عكس التحصين، انك تحل مشكلة شوي شوي تخلص منها. طيب وش في كمان حكينا بالنسبة اللي عندكم في الموديل؟ انا بدي اراجع الموديل، والله ما رجعتوش، انا رجعت الكتب اللي العقاب والثواب اظن حكيت دكتور. بس في الموديل احنا عندنا النظريه السلوكيه، الافتراضات والاساليب والاهداف فقط. طب ما هي الاساليب، الشيء الاساليب هي عباره عن هي الفنيات. لا بس الاساليب يعني اخذناهم بشكل عام، اللي هو زي العلاج بالتعريض، العلاج بالاستجابه، الاسلوب السقراطي، ايقاف التفكير، بس هيك يعني رؤوس اقلام كانوا مكتوبين. عكس المعنى من خلال التساؤل وتغيير معتقدات العميل غير المنطقية وحل المشكلات والعلاج متعدد الأوجه وضبط الذات والحديث الذاتي الإيجابي. هذول المعنى على الموديل يا دكتور. كلكم عارفين هن يعني؟ طب لو باجر نعتمد هدول، خلاص نعتمد هن. بس مش مشروحين يعني يا دكتور، بس رؤوس أقلام. رؤوس أقلام مش مشروحات يعني؟ لا لا طيب مش مشكلة، عشان انا بس يعني اللي انتم مطالبين بالموجود عندكم على الموديل فقط لا غير، اللي بتزيد اهلا وسهلا فيها. طب اخذتوا برضو اسلوب التعزيز كاسلوب من اساليب الارشاد؟ لا مش موجود. طيب اعتبروا هذا موضوع برضو يعني ضمن الإرشاد السلوكي وأيضا موضوع مستقل، مفهوم إيش بقول أنا؟ هو أسلوب من أساليب التعزيز، من أساليب الإرشاد السلوكي، وأيضا مفهوم من مفاهيم النظرية السلوكية. اللي أنا بدي أوضحه أو أركز عليه كلمة التعزيز، في عندنا تعزيز موجب وفي عندنا تعزيز سالب، بدنا نفهمه المرة هذه، شو التعزيز السالب وشو التعزيز الإيجابي، واضح؟ طيب شو التعزيز بشكل عام؟ مين تعرفه؟ هاي حنين. التعزيز هو عبارة عن يعني مش أنا أحكيها بالضبط. أنا يا دكتور بدي أسألك ياها. قولي. طب معاك قولي. أيوة أنا غادة. هو أسلوب من مكونات المدرسة السلوكية، ويستخدم لزيادة احتمالية حدوث سلوك معين، يعني بعد ما بيصير سلوك معين بنعمل له مباشرة بعد الاستجابة له. هي تدعيم للسلوك المناسب، ممكن تدعيم صحيح. بعد للسلوك المناسب. طيب عشان نعمل احتمالية لحدوث سلوك معين، يعني هو بمعنى بشكل مختصر أو بشكل يعني واضح، هو عمل وتقديم مثير بغرض أو بقصد زيادة احتمالية السلوك. صحيح. تمام؟ صحيح. هذا هو التعزيز بشكل عام، تقديم مثير، ماشي، تقديم مثير بهدف زيادة احتمالية تكرار السلوك، هذا هو المفهوم العام. لو جينا فصلنا بين التعزيز السالب والتعزيز الموجب. التعزيز الموجب ايش المقصود به؟ هو يا دكتور يتمثل في اي مثير او ظرف يعمل على او يؤدي وجوده لان نزيد من قوه استجابه هذا السلوك او تدعيمه. تمام. تعريفك لقيت ما فرقتيش بين التعزيز بشكل عام والتعزيز الموجب. انه احنا بنؤدي الى زياده. أيوة، تقديم المحبب بهدف زيادة تكرار السلوك أو احتمالية تكرار، زي المكافأة، زي ما تقولي للولد بتعزيز مثير. إيش مش محبب، ممكن يكون محبب ممكن يكون إيش منفر. أنا بطالب بيجي كل يوم بعملش واجب. يا غادة بتحكي؟ احكي.
انه التعزيز السلبي مثال عليه انه الطفل ما بحبش انه يقوم باداء الواجب في المنزل، عشان يتجنب التحدث مع والديه ومعاقبته بيقوم باداء المنزل اداء الواجب بالمنزل دائما، عشان يتجنب الاختناقات والمشاكل مع الاهل. يعني بدوش يكاتل يعني كتابة الواجب هو مش محبب إله، ولكن هو بيعمله كتعزيز سلبي إله عشان يتجنب التحدث مع والديه ومعاقبته. أحكي يا دكتور أنا تعزيز سلبي. هذا تعزيز غادة؟ أي دكتور؟ هذا تعزيز؟ لا، الأهل سوري معلش، الأهل بيخلوه تعزيز إنه هو يكتب الواجب في المنزل. معلش أنا فهمت يعني غلط. يعني كعقاب؟ كعقاب إله صحيح. كعقاب وليس تعزيز. المهم انت انا خليني اقول مين بدك تحكي؟ دعاء؟ انا ديما. ديما احكي. ديما هو التعزيز السلبي اللي هو مناسب لازاله سلوك سلبي او خاطئ، وذلك عن طريق حافز غير محبوب للطفل. مثال على هيك اللي هو انه تستخدم انه كثير من الامهات عشان تفطم رضيعها بتحط اشي مر او اشي فلفل حار مثلا في مصاصة الطفل، ولما يتناول الطفل الرضاعة يجد انه طعمها مر يعني، ومع التكرار فان يعني وجود الطعم المر فانه يترك الرضاعة. هذا مثال على التعزيز السلبي يعني. والله مثالك هذا عقاب. لا تعزيز سلبي مش عقاب، بس انا عشان اتغير. تعزيز هذا تقديم مثير منفر، هو عشان غير محبوب إله يعني. ليش شوفي لا انت يعني المنفر هو ضار. لحظه شوي عشان تفهموا التعزيز السلبي كيف. التعزيز السلبي لا بقدم ولا باخر، فهمتوا كيف؟ يعني بقدمش حاجه، بكون سلبي، السلبي بيعطيش ولا بياخذ، تمام؟ هيك كلمه سلبي. فانا عندي طالب ماشي بيعمل واجب كل يوم، ماشي يوم من اللي إياه، وبقول له براو عليك يا شاب أو يا براو عليك ممتاز شكرا، بعززه. هذا التعزيز. في اليوم الثاني بيعمل التعزيز، بطل يعمل واجب الشاب أو الولد، بطل يعمل واجب. إيش مسوي أنا؟ بعززه، بقول له شكرا ماشي. هذا في حاله واحده. في الحاله الثانيه بتاعت سحب كل يوم انا بضربه اذا ما عملش الواجب، بضربه اذا ما عملش الواجب. عمل واجب مره ببطل اضربه، مزبوط؟ هذا بسموه ايش؟ تعزيز سلبي. واضحه النقطه هذه؟ تمام. ولا كلام غريب شويه على اللي فهمينه، انتم قبل هيك؟ لا واضح. يعني التعزيز السلبي لا بقدم ولا باخر هيك، اما التعزيز الايجابي انا بقدم مثير محبب. يعني مثلا تاخذ امتياز ماشي، وايش الجامعه بتعطيها؟ بتقولها الفصل هذا انت بتدفعش للسوق ماشي، هذا ايش اسمه؟ تعزيز ايجابي. يعني بنقول للطالب اللي بيجيب امتياز بدنا نعطيه منحه، اسمه تعزيز ايجابي. الطالب هذا في الفصل، والفصل الثاني اخذها، الفصل الثالث اخر، ايش سوينا؟ سحبنا المنحه. سحب المنحه هذا اسمه تعزيز سلبي. ليش؟ عشان الطالب يشد حيله يحصل المنحه من جديد. اذا الهدف من التعزيز الايجابي والتعزيز السلبي هو زياده احتماليه تكرار السلوك، واضحه؟ العقاب، ايش الفرق بين التعزيز السالب والعقاب؟ العقاب هدفه ايقاف السلوك الغير مرغوب فيه. اذا حنين دعاء ديما احكي ايش التعزيز السلبي. التعزيز السلبي عكس لا انا بدي تكونوا فاهمين ال 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 الاطار العام. الاطار العام انه العقاب هو ايقاف سلوك معين، بينما التعزيز السلبي هو ايش؟ هو زياده احتماليه تكرار السلوك.
المرغوب. تمام. ليش سميناها تعديل؟ في نقطة ثانية بدي أقولها، هو حكت تحنين التدعيم. التدعيم والتعزيح نفس الشيء، لكن في فرق في وقت التقديم. التعزيز يأتي في نهاية العملية التدريبية أو عملية التدريس، بينما التدعيم أثناء العمل. واضحة؟ حد بده يحكي سؤال استفسار؟ لا تمام. مين اللي بتحكي؟ مين؟ نارمين؟ نارمين بدها تحكي؟ احكي نارمين. واضح الكلام، أنا بسجل معك واضح. طيب مين بدها تحكي؟ مفهوم التعزيز؟ تبروس. تبروس سؤال في الامتحان، تمام؟ ولين عمل واجب تاخذ عليه علامات، نخليه وخليه في الامتحان احسن. واجب. واجب. مين مع واجب مين مع الامتحان؟ لا احنا معك يا دكتور اللي بدك اياه. لا انا بدي خلص واجب يا دكتور. بدي... واجب. انا بدي اكون كل كويسين، ليه خايف في الامتحان؟ طيب خلاص بنعتبره واجب. يعني زين انت هذا واجب، انا بحطه على الموديل وانتم بتجاوبوا عليه، ماشي؟ اضافه للواجبات الثانيه. طيب دكتور يعني نضيفه للواجب السابق؟ ايش يعني نضيفه للواجب السابق؟ بصير من ضمن الواجبات. بس لا يعني احنا هلا الواجب انت طالبه سلمناه. بدي طيب بدك تسلم هذا واجب ثالث. واجب ثاني تمام، بس انه يعني واجب واجب هو بكره لسه اخر موعد سكر معاد التسليم يا دكتور. واجبات متكرره بكره اخر موعد التسليم. اخر احنا قصدنا دكتور انه احنا سلمنا الواجب بس انا بحدد يعني احدد لا قصدي انه نسلمه يعني اليوم ولا لسه لقدام في معنى مجال له ميد يوم بكره بعده انا لما كنت تمام يعني مش مع الواجب يعني هتنزل مش مع الواجب السابق هينزل الدكتور له يعني هتنزل الدكتور له ملف خاص. خلص تمام احنا هيك كان قصدنا لانه الواجب الماضي خلصنا سلمناه يعني ايش؟ مين تقول ليش؟ الارشاد انت هذا عند كل حرف الارشاد السلوك حنين دعاء ديما يا دكتور الصوت بقطع. ايش طلبت انت؟ عيد السؤال. عيد السؤال. انا بقول ايش الهدف من ارشاد السلوك؟ الهدف من مين بتحكي؟ واحد تحكي بس. مين احكي انا رمي. الهدف من النظريه السلوكيه يا دكتور. الهدف من النظريه السلوكيه السؤال مين؟ شو الهدف؟ الهدف من النظريه السلوكيه. الهدف مش من النظريه السلوكيه. الهدف الهدف من ارشاد ايش الاهداف؟ ايش الهدف من الارشاد السلوكي؟ الهدف أيوة. يرون في النظريه السلوكيه ان الهدف يصاغ على نحو يسمح لقياس درجه تحققه وتؤكد على ضروره الاتفاق بين المرشد والمسترشد على الهدف، انه يكون بيناتهم اتفاق. نرمين هذا هدف، هذا توضيح. ايش هو الهدف؟ انا بدي اقول ايش الهدف من الارشاد السلوكي. ليش بنعمل ارشاد سلوكي؟ ليش؟ ليش بنعمل ارشاد نفسي؟ عشان ايش؟ نعم على التوافق، توافق الذات. ايوه طيب. ايوه هيك يا غادة اعطيني مجال، دكتور بيسالني درد عليه. طيب طب ردي اهداف هي التعامل مع انه
إذا الفرد منحرف عن الواقع إنه التعامل معه منرشده وإنه نتعامل مع برضه التفكير الغير منطقي وكمان الوصول المريض أو دكتور تحديد مثلا سلوك المضطرب. يا بنتي هذه خطوات احنا الهدف الكبير من من الارشاد الشو الهدف الارشاد النفسي تحديد مثلا يعني سلوك يعني؟ المضطرب المطلوب وتعديله او تغييره مثلا تحديد الظروف والخبرات والمواقف هذه خطوات الإرشاد. طب هذه بنستخدمها خطوات ليش؟ إرشاد السلوكي. طب ليش بنستخدم؟ مالك السؤال أسهل أبسط ما توقعه. مساعدة الفرد على إدراك خبراته السابقة دون تشويه. كويس. هذا إيش؟ هذا هدف الإرشاد المعرفي. هدف الإرشاد المعرفي اللي قلتيه تو أنتي. الهدف الإرشاد السلوكي ضبط وتعديل سلوك المضطرب المتمثل مثلا بالأعراض الموجودة. مين اللي حكيت توه؟ أنا يا دكتور. أنا يا دكتور أنا اللي حكيت ضبط وتعديل السلوك المضطرب. حنين ولا لا؟ الهدف من تأمين السلوك من الإرشاد السلوكي هو تعديل السلوك. ليش حتى يصير إنسان متوافق أو متكيف مع الجماعة صحيح أو متوافق مع البيئة اللي بيعيش تعديل السلوك المضطرب تعديل السلوك المثل طبعا الأهداف الهدف نصل بالفرد إلى السعادة إلى التوافق النفسي الرضا صحيح إلى التوافق التوافق النفسي تعديل سلوك معين بناء على تعديل سلوك معين يعني بمعنى الهدف السلوك هو يعني غرس السلوكيات الإيجابية لدى الفرد سواء نمائية أو علاجية تمام دكتور ممكن تعديل السلوك أنا حكيت إنه تحسين السلوك أنا إلي ساعة بحكي تحسين السلوك بس مستمع تحديد السلوك خطوة من خطوات وصل لتحديد لا بس الهدف شامل ضبط والتعديل السلوك المضطرب الهدف الكبير تعديل السلوك اما تحديد السلوك انا بدي دكتور بعد لما بتتكلم عن جد انا كل ما بدي اتكلم معك واسمعك شو بدك تحكي واكتب بالبنات اتغيرت بس نسمع الدكتور للاخر يا صبايا ما احنا قلنا اللي بدها تحكي عشان اعطيها اذن يلا ما يهمش اللي مره هذه يعني ما اعرفش انتوا متعودين على اللقاءات هذه ولا لا متعودين تعمل لهم يعني عشان فيها رفع يد من جهه اللي بترفع ايدها هو في رفع ايد يعني يا ريت الكل يرفع ايد ونرمين كمان مايكك شغال دائما على طول ففي شويه دوش عندك يا نرمين لا انا قاعده في غرفه هذه منكم على فكره مش عارفه اسمع كل ما انت المايك الوحيد اللي شغال ما انا الدكتور سالني على فكره الدكتور سالني وشغلته ما جاوبتش لأنه كله بيحكي اللي بدها تحكي تفتح المايك وتطلب اللي ربنا يوفق المرة الجاية نعمل نظام اللي بتحكي ترفع ايدها او تعطيني اشارة بقولها اوكي ما قلت لهاش تحكي ما تحكيش تمام هاي نرمين ممكن نعتبره هو الهدف ولا فرق بين تعديل السلوك وتحسين السلوك تحديد السلوك هو خطوة من خطوات السلوك خطوات الإرشاد تحديد السلوك السلوك أنا عندي طالب أو عندي شخص بيسلك سلوكيات معينة يعني مثلا حركته كتير ماشي هذا سلوك بدي احدد وين بحرك اي اكثر بحرك ايده بحرك رجله وهكذا بدي احدد السلوك اللي وانا من تم بدي اوصله الى تعديل هذا السلوك في شكل فيه تحديد السلوك وتحديد الظروف كل هذه خطوات من خطوات الارشاد السلوكي ضبط السلوك ايضا هو هدف من اهداف الارشاد وهنا ضبط وتعديل نفس الشيء يعني
إيه روح نفطرين ولا سايمين إن شاء الله روح نعمل الفطرة قصدي. أعمل الفطار روح لهليك ولا جزانك. يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور. أنا بحب أكد المرة الجاية حنين وسجى. صحيح. تمام. تبعت لي على الواتس وسجى تبعت لي الواتس اللي بدها تحكي. تمام. إن شاء الله. تمام. وإلى اللقاء الأسبوع الجاي إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. على السلامة. يعطيك العافية.